بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد. ما هو المضمون الايماني والخلاصي الذي نجنيه من صعود المسيح الى السماء؟ بادئ في بدء يلزم ان نعرف ما هي غايه صعود المسيح الى السماء. السيد المسيح بعد ان قام من بين الاموات صعد الى الاب وتراءى أمامه بعد أن تمم رسالته التي جاء بسببها إلى الأرض، إذ قد أكمل خلاصنا حينما قدمنا فيه إلى الآب فنلنا طبيعتنا الجديدة. ذلك لأن صعود المسيح إلى السماء هو صعود لنا نحن أيضا فيه، أي في المسيح. ويقول البابا أثناسيوس الرسول: كما أننا بموت المسيح متنا جميعا فيه، هكذا أيضا في المسيح نفسه نحن جميعا نرتفع إذ نقوم من الأموات ونصعد إلى السماوات، حيث دخل يسوع كسابق من أجلنا، ليس إلى أقداس شبه الحقيقية بل إلى السماء عينها، ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. هو ده نفس اللي بيقوله القديس كيرلس الكبير: إننا فيه ندخل إلى السماء وفيه نظهر أمام الآب وفيه أيضا نتمجد وندعى أبناء الله. لقد قلت مرارا وتكرارا أن كل أفعال الخلاص التي أكملها المسيح من أجلنا ليست أحداثا تاريخية وقعت في الماضي وطواها الزمان، بل هي أفعال وإن حدثت في مكان ما وزمان ما إلا أنها تدوم أبدا، فلا يعود يحصرها أي مكان أو يحدها أي زمان، لأنها أفعال إلهية. ميلاد المسيح، عماده، موته بالصليب، قيامته، صعوده وجلوسه عن يمين الآب، حلول الروح القدس على الكنيسة، كلها أفعال خلاصية حدثت في الزمن مرة واحدة ولكنها مستمرة دائما أبدا ديمومة الله نفسه، لأنها أفعال إلهية. ولكن لأننا بنتكلم عن الصعود تحديدا دلوقتي، فبخصوص الصعود بيقول القديس يوحنا البشير في إنجيله: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. كلمة صعد اليونانية أنا بيبيكن بتيجي هنا في المضارع التام اللي بيفيد الحدوث المكتمل والمستمر إلى الآن، بمعنى إن الابن بيحمل مجد الصعود في ذاته، أي أن فعل الصعود تم مرة واحدة كقول رسالة العبرانيين: دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، وظل في ذات الوقت مستمرا. الجدير بالذكر هنا أن هناك رباط وثيق بين منح الروح القدس للكنيسة وبين صعود المسيح وجلوسه عن يمين الآب. ليه؟ لأن الروح القدس لا يمنح للكنيسة إلا بعد اكتمال فدائها بطرائي الابن أمام الآب لأجلنا، كما سبق أن ذكرت. من أجل ذلك فلم يكن ممكنا للمسيح أن يمنح الروح القدس للرسل
في مساء يوم القيامة عندما نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس قبل أن يتمم فعل خلصنا ويتراءى أمام الآب من أجلنا. من جهة تانية، منح الروح القدس للكنيسة لا يكون إلا مرة واحدة، زي ما قلنا أن أفعال الخلاص كلها واحدة، ولربنا المجد الدائم للأبد. آمين.